صحيت من النوم على صوت المنبه الزفت، كان يومي زي الزفت، كان خرا. قمت من النوم دخلت المطبخ على طول، لقيت نص رغيف عيش من اول امبارح ولقيته مليان نمل، ما سبتوش، رحت خدته نفضت النمل اللي عليه ورحت كلته حايف. لسه يا دوب بشرب كوبايه القهوه وبشرب السجاره، ما لحقتش حتى شربها، لقيت اوسخ بني ادم بيرن عليا، اللي هو كان قدري. مين؟ كان مديري. لقيته بيرن عليا بيقول لي انت فين يا بني ادم وسايب الشغل ده كله اللي عندك، لازم تيجوا تعمله، وانا ساكت وما رضيتش ارد عليه، وفضل يتكلم ويزعق معايا لحد ما طلعت كل اللي جوايا. قال لي، قلت له يا حمار يا زباله يا مرتشي، مش كده وبس، ده انت اوسخ بني ادم شفته في حياتك، ورحت قافل السكه في وشه.